اهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوف تي في في هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء. دائما من الشاذ حفظوني الالتعاب في هذه اللحظات وهذه الحادثة السيئة المروعة واللي كانت ما بين سيارة او راعية الدفع و سيارة اجرة واللي ادات انقلاب ديال سيارة اجرة. كيف تشوفوا في هذه اللحظات رجال الامن دخلوا على خط هذا الحادثة هذه باش يأمنوا مكان الحادث ويقوموا بالمتعين ويقوموا بالمعاينة ديال هذه الحادثة ديال السيارات. تشوفوا معنا في صباح قناة شوف تي في رجال الأمن ديال الهيئة الحرية فرقة المرور والدراجين ديال المرور اللي واقفين في عين المكان، كذلك المعاين المكلف بالإجراءات ديال حوادث السير اللي هو كذلك في عين المكان في انتظار وصول سيارات الجار اللي غتمكن باش ترجع هاد سيارة الأجرة إلى المسار ديالها وتجرها إلى المستودع. تجربة العديد ديال أصحاب سيارة الأجرة مؤازرة للزميل المهني ديالهم. تجربة الكلام ديال هاد السيارات اللي من هنا لا درت لي من هنا طبيعي تشوفوا بطبيعة قناة شوف تي في الخزائر اللي وقعت على هاد السيارات الأجرة، كذلك على هاد السيارة أو راعية الدفع. تفتشوا معنا تبين قناة شوف تي في بالنسبة لسائق سيارة الأجرة والزبون اللي كان معاه اللي نقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى باش يتلقاو العلاجات الأولية. نتمنى والله أن ما تكونش عندهم شي إصابات خطيرة.
تفرجوا سباق تجربة إجل الأم حاضرين في عين المكان مشكورين على العمل الذي قاموا به ليلة نهار من أجل السلامة ديال المواطنين والتدخل في حال هاد الحوادث هاد. تشوفوا الخسائر اللي وقعت هاد السيارات الأجرة من بعد الانقلاب ديالها. سباق كنشوف دائما المزيد من الانتباه والحيطة والحذر أثناء السياقة، ونتمنى من الناس أنهم دائما ينتبهوا ما يمشيوش بواحد السرعة مفرطة ويحترموا قانون السير ويحترموا الإشارات الضوئية وحق الأسبقية عند التقاطعات، ونحيدوا من بالنا ديك الفتاة ديال الحدة بالليل. الدنيا خاوية ماشي مشكل، وخا نحار الفيروز وخا ندير وخا هادي وخا هادي، لأن هادشي هذا هو اللي تتسبب في حوادث ديال السير اللي كتكون وخيمة وتنقدروا نفقدوا فيها ناس عزاز علينا، أو لا تتقدر تبقى لنا الله يحفظ شي عاهة مستديمة اللي تتبقى علينا في طول الحياة ديالنا وتتمحنا وتتأثر علينا بزاف في الحياة ديالنا. إذن تبيع قصة في تشوف معنا رجال الأمن حاضرين في عين المكان في هاد الحادثة ديال الصحة. تبدا تشوفوا حجم الخسائر اللي عرفتها سيارة الأجرة وكذلك السيارة وبعية الدفع. إذا تتبع قناة شوف تيفي، انتم معنا في مباشر من مدينة الدار البيضاء حول هذا الحادثة ديال السير في عفا الشارع الزرقطوني اللي ما بين سيارة وبعية الدفع وسيارة الأجرة، واللي ادات الكلام ديال سيارة الأجرة. تبدا تشوفوا رجال الأمن اللي واقفين في عين المكان لتأمين مثل الحادث، وكذلك المداوم المكلف بحوادث السير باش يدير المعاينة، وسائق سيارة الأجرة اللي تم نقله على وجه السرعة هو الزبون اللي كان معاه إلى المستشفى باش يتلقى العلاج الأولية، وصاحب السيارة وبعية الدفع اللي يقولوا بعض الناس أنه غادر المكان. إذا هذا المثل واش أنه لا تبفع أو لا خوفا ومشى شيء من أقرب مصلحة ديال الشرطة. إذا تتبع قناة شوف تيفي إلى هنا وصلنا لنهاية هذا المباشر هذا، إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.